تصلي راه مجوع راسك بالصيام، ضروري خاصك تكون كتصلي ملي تكون صايم، وموافق غير في رمضان على الاقل ممكن تقبل لك الصيام ديالك، والاعمال راه بالنيات كتبقى. خاصو الانسان يصلي ديما ماشي غير على رمضان، حتى يجي رمضان عاد يصلي. تجي تصلي برمضان ولا بلا رمضان؟ وبالنسبه اللي كيصلي وما كيصوم، اللي كيصوم وما كيصليش، انا بعدا لا صيام لما صلاش له. يعني الانسان كيصوم وما كيصليش، يعني الصيام ديالو كيبقى متعلق في سماوات السبع. انا يعني الا كان الواحد غادي يصوم وهو ما تيصليش يعني ما مقبولش ليه الصيام، وخاصو يكون كيصلي قبل ماشي يجي حتى رمضان ويبدا يصلي. لا تقبلوا الصيام بدون الصلاه. الصلاه ركن من الصيام والصيام ركن من الصلاه. الصيام مكمل للصلاة والصلاة مكمل للصلاة. كيصوم وما كيصليش داكشي من الضمير ديالو، ولكن الصيام بلا صلاة راه ما دايزاش الانسان. ماشي بنادم يصوم رمضان ويصلي في رمضان ومورا رمضان كلشي حلال وكلشي كلشي حلال اللي بغى، داكشي راه كيبقى اللي حلال حلال على طول العام واللي حرام على حرام على طول العام. بنادم واخا كيدوز ديك 9 شهور كامله ديال كما كيقول ديال السيئات، يحاول شويه ثاني شويه ديال الصلاه، يعطي شهيه ديال الصلاه، يحافظ على الوقيتات ديالو. هادشي اللي كاين. المسلم الحقيقي هو الذي يؤدي الصيام مع فعل الصلاه. انا كنقول هادو اللي كيصوم وما كيصليش خاصو يصلي، حيت شنقول لك، حيت هي الصلاه هي بعد عمود الفقري بعدا ديال الدين. ويعني اللي كيصوم في رمضان وكيصلي في رمضان هادو الناس عباد الحريره.